كما اطلع الدكتور المهندس عمار جابر خليل محافظ صلاح الدين ميدانيا على الأوضاع الأمنية والخدمية في منطقة الشهابي جنوبي المحافظة. وافتتح محافظ صلاح الدين خلال زيارة مركزا للشرطة واطلع على أوضاع المنتسبين في سيطرة الشهابي، وأكد في تصريح خاص به قناة صلاح الدين الفضائية ضرورة استكمال ملف النازحين وترسيخ الأمن بالمنطقة، مثنيا على حالة التنسيق الموجودة بين القطاعات الأمنية والتي توفر أسس إعادة النازحين وإنهاء مآسيهم في مخيمات النزوح وعودة التعايش السلمي إلى المنطقة. وأشار الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين إلى أن تحقيق التنمية وإرساء دعائم الاستقرار يحتاج إلى وجود أبناء المناطق فيها ومسك الأرض، مؤكدا أن منطقة الشهابي ستشهد قريبا جدا عملية إعمار وتوفير للخدمات.